ومن قناة الإسكندرية قناة مصر الخامسة لكم كل التحية. وحشتوني مشاهدينا الأعزاء، يمكن بعد الوعكة الصحية أنا سعيدة جدا باللقاء، وفعلا فعلا عندما يكون اللقاء بيكون اللقاء كله شوق وحب وعطاء، ان احنا نبتدي في مرحلة جديدة ان احنا نعطي بشكل كبير جدا. اهلا بكم، وبشكر كل زمايلي وزميلاتي اللي استحملوني طوال هذه الفترة في الوعكة الصحية. اهلا بكم مشاهدينا مرة تانية، بنجدد اللقاء وبنقول لكم على اهم المحاور الرئيسية وحوار اليوم في المجتمع المصري. مصر كلها اليوم تتكلم عن استقالة أو إقالة حسام بدري. حسام البدري الحقيقة أمس كانت مباراة إلى حد كبير سيئة جدا، أثارت حوالي 103 مليون مصري، أهلاوي زملكاوي أولمباوي اتحاداوي إسماعيلاوي، لكنهم مصريين. منتخب مصر كان بالفعل يلعب أمس وأعصاب 103 مليون مصري وراء حسام البدري. الحقيقة هذه الفترة احنا عايزين بس نحسبها، يعني حد حسبها كده لقى ان عدد المباريات اللي لعبها حسام البدري مع المنتخب كان في كل مباراة حوالي 2 مليون جنيه، يعني في الدقيقة 23 ألف جنيه. وكل ده وكانت الجماهير المصرية متحملة وكانت تتمنى بالفعل انه يأتي بثمار جيدة بشكل كبير جدا. انا حد مش بتاع كورة وما بفهمش في الكورة، واكتر حد بحبه او يعني الصورة الذهنية متعلقة بالنسبة لي هو الخطيب، اكتر من كده بقى معرفش. لكن محمد صلاح جاء وحصل على العالمية وجاء من اجل المنتخب المصري، والحقيقة لم يكن هناك توفيق بشكل كبير جدا. أيضا هناك لاعب أنا مش متذكرة اسمه اللي كان فيه المشكلة اللي بينه، وكل الصحف والمواقع الرياضية أكدت أنه ده تصرف غير أخلاقي، ولكن نتيجة ظلم شديد جدا تعرض له هذا اللاعب. هسأل هني فرحات مين وأقول لكم في نهاية الحلقة. والحقيقة في تكهنات كثيرة جدا. سيد الرئيس أكد مرارا وتكرارا على أهمية وجود مدرب مصري بشكل كبير. النهاردة في تكهنات أكثر من تكهن، علشان أنا مش في رياضة فمضطرة أن أنا أبص للورقة. هني كتب لي هو منى الحقيقة عن ترشيح فينجادا، وكان مدرب الزمالك السابق، لكن أنا كده قعدت أدور لقيته أن آخر نادي كان بيدربه في الهند ومحققش أي حاجة، وانه الجماهير المصرية بترشح اكثر من مدرب وطني منهم ايهاب جلال، حسام حسن، علي ماهر، واحمد سامي. ولكن كل الامنيات ان احنا نحقق ولو شيء قبل وصولنا لتصفيات كاس العالم، وبالفعل نفرح فرحة من القلب. الرياضة يعني بتجمع الشعوب والقلوب بعيدا عن التعصب. لا اعتقد امس حد فكر مين اهلي ومين زمالك والمنتخب بيلعب، والحقيقة كانت المقاهي والنوادي والناس كانت متجمعة حول مصر. ده خبر او اللي هنلاقيه في الترند النهاردة متصدر كل المواقع وكل صفحات السوشيال ميديا. خبر اكثر من رائع، 1500 متهرب من الضرائب. النهاردة دكتور معيط اكد انه بالفعل حصل منهم على مليارات كثيرة عادت الى البلد. مصر جديدة بالفعل بتتغير. امس كمان كان في حدث في الاسكندرية رائع، اكثر من محافظة كانت بتعرض في وزارة التضامن في معرض بداية مبادرة سيادة الرئيس حياة كريمة، ان يكون هناك تعظيم لدور المرأة بتمكينها اقتصاديا والشباب وذوي الهمم. بالفعل اجتمعوا في معرض بداية على كل المحافظات، كان افتتاح اكثر من رائع. وعن هذا المعرض والجديد وكمان في اخبار حلوة قوي قوي هنقولها الحقيقة في نص الحلقة كده.
بيسعدنا اللقاء مع الأستاذة شيرين صيف، وهي مسؤول التسويق أو مدير التسويق ببداية. أهلا وسهلا بحضرتك، نورتيني وشرفتيني. أهلا بيكي. المعرض كان أكثر من رائع، والحقيقة يعني جهد مشكور جدا منكم من وزارة التضامن ومن جهود المجتمع المدني بشكل كبير. طبعا الحاضر الغائب يعني المهندسة سامية مصطفى الحقيقة عاملة جهد أكثر من رائع، ويمكن هي لظروف العمل ما كانتش موجودة امبارح، لكن الأستاذة شيرين سيف كانت الحقيقة يعني ذلك الشبل من ذلك الأسد من هذا الشبل، الحقيقة حاجة أكثر من رائعة. احكي لنا بقى، كان في كم عرض امبارح؟ كان في حوالي 75 عرض. أيوة تمام. من القاهرة ومن اسكندرية ومن أسوان، يعني في كذا حد جاي من أسوان وكده ومن القاهرة. أستاذة شيرين، أكتر حاجة لاحظتها امبارح إن في عارضين حاصلين على درجة الدكتوراه مثلا في الحلي في التصميمات، حد في السفر في الخزف في وكلهم سيدات الحقيقة، يعني يعني متعلمات بيطوروا من نفسهم بشكل كبير جدا. قولي لي بقى، بتختاروهم ازاي؟ ولا انتوا بتعرضوا هذه المبادره مبادره سياده الرئيس حياه كريمه وتمكين المراه اقتصاديا وعلى صفحاتكم؟ وبعدين هم احنا بنعرضها على الصفحه بتاعه بدايه، وبس هم بيجوا يعني بيتعاقدوا بيعرضوا عندنا. احنا عايزين نعرف بقى، انتوا المعرض بسعر رمزي، يعني اي سيده بتحاول انها تعمل معرض في مثلا نادي بياخدوا منها الفات الجنيه؟ انتوا بتاخدوا؟ لا احنا بناخد 50 جنيه في اليوم. اه 50 جنيه في اليوم الواحد، وان شاء الله عاملين حاجه جميله. قوليها بقى لكل المشاهدين، كل المشاهدين اللي بيشوفونا من السيدات الشباب وايضا ذوي الهمم. المهندسه سميه مصطفى، والنهارده معانا الاستاذه شيرين سيف بتعرض هذا العرض الجميل عشان الظروف الاقتصاديه وعشان دخول المدارس واشياء كثيره. بالظبط، فان شاء الله في اسبوع مجانا تمام للعارضات. اسبوع اي حد يحب انه يتصل بيكم. تمام. انا كنت متذكره الرقم بس الحقيقه مش متذكره. تمام، نحط الرقم. لو حضرتك عارفه الرقم ولا مش متذكره؟ هنقول لكم الرقم حتى على لينك الحلقه. اللي يحب ان هو يعرض في بدايه التابع لوزاره التضامن الاجتماعي في محرم ب، ان هو يتصل بالرقم اللي احنا هنكتبه على لينك الحلقه لما يتذاع. فبنرجوكم لما ينزل، مش يتذاع احنا على الهواء، فتتواصلوا. بتشترطوا بعض المهن ولا لا؟ لا ما بنشترطش مهن، بس يعني طبعا يفضل ان هي تبقى يعني حاجات هاند ميد، حاجات حرفيه يعني، وطبعا تبقى من الستات يعني. عايزه اسالك، ما عندكوش حلم ان هذا المعرض يصل الى العالمية؟ اكيد طبعا. يعني نجيب محفوظ قال الاغراق في المحلية يصل بينا الى العالمية؟ اكيد طبعا. الصناعات اليدوية لما بتحضروا تراثنا وبتحضروا كل المعارض دي، بيبقى فيها اقبال؟ طبعا بيبقى فيها اقبال كبير على الحاجات الهاند ميد والحاجات التراث والحاجات. انتوا عندكم الخياميه حاجه رائعه، يعني شغل الخياميه ده بينزل يعني خياميه وكروشيه، وفي مشغولات اللي هي الخشبيه. تمام. وحرق الجلد، شفت نموذج عندكم امبارح، ولد شاب جميل في كليه الهندسه هو ومامته. يعني ده تشجيع بالفعل للعمل الاسري. انا امبارح بسالهم كده، انتوا ممكن تعملوا براند بقى يعني براند مصري؟ فكان حلمهم الحقيقه. ايه ينقصنا عشان ننتشر؟ حاجه صعبه يعني، ما في ناس كتير دلوقتي براندات مصريه بتنطلق الى العالميه يعني. ايه المعوقات اللي بتقابلوها في المعرض؟ عدد العارضين ولا تسويق العارضين ولا انتوا مش قادرين نوصل للجمهور المستهدف بتاعنا ان احنا ننقلهم؟ بالظبط، هو احنا مش قادرين نوصل فعلا، يعني محتاجين نقله ننقلهم، بس يعني نحاول ان احنا نجيب مثلا قطاعات اخرى. يعني انا لما باجي المعرض بلاقي نفس الحاجه ما ببقاش عايزه اجيب تاني، وهو معرض دائم. فهل انتوا مثلا كان في بدايه، اولا بدايه النهارده مر عليه سنه،
احنا بنقول مهندسه سميه مصطفى كل سنه وانت طيبه, كل سنه وانت عظيمه, كل سنه وانت سند لكل المحتاجين, كل سنه وانت معانا الحقيقه. ربنا يعطيك الصحه والعمر والعافيه, وتفضل بدايه هي البدايه الحقيقه. عندكم نماذج الحقيقه مشرفه, منها شابات صغيرات كانوا في باب العبيد. مروه كانت من الناس اللي كانوا في باب العبيد وبقت بتصنع دلوقتي حاجات خشب وبتعرف تعمل دهانات و يعني لا عندها تطور او بقت بتنزل معارض في القاهره وكده يعني. العادات والتقاليد الشرقيه للسيدات, وانا منهم وحضرتك منهم واسر كثيره منهم, هي بتعوق شويه تنقل المراه من معرض الى معرض. بعد الوقت طبعا. بعد الوقت بس يعني اعتقد ان احنا خلاص بنحاول نتغلب بقى عن الموضوع ده. انتوا عاملين كمان حاجة جديدة, الصابون ببرفيوم. وده برضو من الحاجات الدائمة. ده صابون طبيعي. هو بيعمله ببرفيوم, ما فيهوش اي كيميكالز ولا حاجة من كده. قولي لي يعني من وجهة نظرك الشخصية, تمكين المرأة اقتصاديا ومبادرة سيادة الرئيس اهميتها في استقرار الاسرة؟ لا طبعا اكيد ليها اهمية كبيرة, ان هي بتخلي ان الست بتعتمد على نفسها وبيبقى عندها مصدر دخل و يعني بتكون حياتها بقى بغض النظر عن ان الحياة هتستقر. هي عايشة مع هذا الرجل من اجل هذا الرجل, مش عشان هو اللي هيصرف. مش عشان هو هيصرف عليها يعني. طب قولي لي برضو من الحاجات اللي انتوا عاملينها في المعرض, ذوي الهمم. انا شايفة جمعية كده كانت موجودة في المقدمة للخزف والحاجات دي, بس من ضعاف السمع. يعني انتوا كمان بتستقبلوا بالجمعيات المؤسسات؟ بالظبط, ودول اساسا بيبقوا مجانا. دول بيبقوا مجانا. وان شاء الله بقى المعرض اللي هو الاسبوع دوت هيبقى برضو في زاوية. طب انا عايزة اسألك يا استاذ شيرين, هل تم تحديد الاسبوع عشان نقول للناس يلا تعالوا؟ لا لسه حاليا لسه. على عمان حنتابع على اول يعني اول اسبوع في اكتوبر علشان بدايه المدارس. المفروض المدارس تدخل على 4 مثلا. يعني ممكن اخر اسبوع في 9 اول اسبوع في 10. من الحاجات اللي ابهرتك في الصناعات اليدويه وتحبي انك تلبسي منها, ايه اكتر حاجه؟ يعني انا مثلا عجبني قوي الشغل بتاع الفضة, وشغل كمان الخيامية عاملينه في جلابيات حلوة جدا. جدا جدا. كان في رمضان على ما اعتقد او قبل رمضان. في حاجات انتوا مثلا من الممكن لما تبقى محتاجينها قوي ان انتوا تنقلوها للساحل للأندية الاجتماعية علشان يبقى فيها اكثر انتشارا ويبقى بداية هو المركز الرئيسي, لكن العارضات دول بنقلهم. ممكن نوفر لهم اماكن اعتقد ان هم محتاجين يعني انتشار. يطلعوا بره الزون دي. يعني ممكن نعمل لهم معرض في القاهرة, معرض في الساحل. يعني محتاجين التسويق انتشار. الالكتروني واهميته. طبعا يعني حاجة مهمة جدا. احنا اوريدي عندنا طبعا صفحة اللي هي بتاعة بداية بس, يعني بنحاول ان احنا نزود بقى نزود شوية. يفتح من الساعة كام لكام؟ وبنقول للناس من الساعة 10 ل 10 ل 10 جميع الايام. والاسبوع ده يعني عندهم 75 عارض, كلهم من التمكين الاقتصادي للمرأة, كلهم من الشباب, وكلهم من ذوي الهمم. برجوكم احنا لازم نتكاتف, حتى على فكرة حتى لو ما كانتش احتياجاتك. يعني انا من وجهة نظري, والاستاذ شيرين اكيد هتأيد هذه المسألة, مش لازم نساعد بعض بطريقة مباشرة فيها اهانة. لكن انا لما اشتري انا بساعد, بس بساعد بطريقة تانية. يعني مش لازم ابدا ان احنا نتوقف. يعني شكلها ما بيبقاش حلو. الستات دول انا شفت ستات منهم ما كانوش بيعرفوا يعملوا حاجه, عملوا كيكه وجم. يعني نتمنى ايه الملحوظه اللي ممكن نقولها لكل ست قاعده في البيت دلوقتي وبتعرف تعمل حاجه ومش عارفه توصل ليكم؟
مش عارفه تاني عندها خجل كده زي شيرين. شيرين سيف تعمل ولا تتكلم يعني شيء يعني تشوفها دينامو ورايحه وجايه وحاجات كده لكن مش كده. لا ده انت نورتينا وشرفتينا وفعلا نقول لها ايه؟ نقول لها انزلي انزلي تشجعي وانزلي واعملي مشروعك واعتمدي على نفسك و... اكيد اكيد استاذه شيرين. وطبعا بنشكر مهندسه ساميه مصطفى على انها هيكون في اسبوع كامل بالمجان برضو هنقول لكم على ميعاده وذلك في اطار مبادره الرئيس حياه كريمه. اسبوع كامل بالمجان لكل السيدات للشباب لذوي الهمم. تعالوا في مركز التضامن الاجتماعي بمحرم بيه شارع الرصافه تنوروا اسبوع كامل بالمجانة. يعني اي حاجه انت بتعمليها تقدري تاخدي ترابيزه وتسوقي لنفسك ودي بتبقى بدايه لحاجات تانية كتير. استاذه شيرين سيف نورتيني وشرفتوني وان شاء الله كده نتواصل دائما في ان يكون هناك تصويت كبير ان شاء الله. اهلا بحضرتك. فاصل مشاهدينا. هل الرجل ذكر فقط في البطاقه؟ هل الذكوره شيء والرجوله شيء تاني؟ اشياء كثيره واكثر نعرفها مع الاستاذه اماني رجب.